رياضية نبعثها لكم مشاهدينا الكرام ها نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الرياضة اليوم وتحديدا في الجزء الأول من صدى الرياضة سنتوقف مع محطات منوعة من الأحداث الرياضية والأخبار المحلية والعربية والعالميه، ولدينا ايضا محورا ولقاء مع المدير الفني لمنتخبنا الكابتن باسم قاسم حول تحضيرات المنتخب لمواجهتي تايلاند والامارات ضمن التصفيات الاسيويه لنهائيات كاس العالم المقبله، هذا الامر وقضايا اخرى طرحناها في لقائنا معه فضلا عن لقاء رياضي مع نجم من نجوم الأمس الجميل للكرة العراقية حول ما يسود المشهد الرياضي الكروي العراقي في السنوات الأخيرة من تراجع وتباين في المستوى العام مشاهدينا بعد الفاصل انطلاقتنا مع فقرات البرنامج خليكم ويانا وتابعوا صدى الرياضة نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وانطلاقتنا الاولى مع مجموعة من الاخبار المحلية المختلفة ونبدأها مع دوري كرة السلة اذ حدد الاتحاد العراقي لكرة السلة العاشرة من تشرين الاول المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز بمشاركة 12 فريقا موضحا أن البطولة التنشيطية الرباعية ستبدأ قبل انطلاق الدور بأربعة أيام والتي تشارك فيها أندية المربع الذهبي وهي النفط والشرطة ونفط الجنوب والكهرباء وقد عقد الاتحاد اجتماعا مع ممثلي الأندية المشاركة في الدوري وتم من خلاله مناقشة اللوائح الخاصة بالمسابقة والاستماع لوجهات نظر الأندية المشاركة بشأن آلية وموعد الدوري وشهد الاجتماع تحديد الخامس والعشرين من أيلول المقبل موعدا لإجراء قرعة الدوري والبطولة التنشيطية مشاهدينا الكرام هذه انتقاله الى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني في عام 2007 وهو الكابتن القدير احمد جاسم الذي قدم اعتذاره عن تدريب حراس مرمى نجوم منتخب العراق في مباراتهم ضد اساطير العالم. وقد اعتذر عن التواجد والتدريب بسبب تزامن المباراه مع موعد دوره المحاضرين الاسيويه لمدربي حراس المرمى والتي ستقام بطبيعه الحال في ماليزيا وقال جاسم ان الدوره تعد من الدورات المهمه والمتقدمه في القاره الاسيويه مشاهدينا ولدينا ايضا خبرا عن المصارعه انطلقت يعني في العاصمه بغداد وبعض المحافظات بطوله النصر للمصارعه وستكون البطوله لمراكز يعني الموهوبين وكل فريق سيشارك بعشرة مصارعين فضلا عن المدرب والمدرب المساعد وإداري الوفد وتشارك فيها فرق بغداد والنجف وسامراء والبصرة والعمارة والديوانية حيث ستكون المنافسات في المصارعة الرومانية وستكون البطولة بنظام المجموعتين حين سيدير المنافسات عدد من الحكام المعتمدين لدى الاتحاد المركزي للعبة جمهورنا الرياضي متواصلين معكم مع فقرة صدى الرياضة الآن مع منتخبنا الكروي سنبدأ هذا المحور من المراحل الأولى لعودة لاعبين إلى التدريبات حيث بدأ منتخبنا الأسبوع الماضي وحداته التدريبية على ملعب الكرخ قبل الرحيل إلى ماليزيا لإقامة معسكر قصير تحضيرا لمواجهة المنتخب السوري وديا والتي تعتبر آخر مباراة تجريبية لمنتخبنا أمام نظيره السوري في ماليزيا استعدادا لمواجهتي تايلاند والإمارات يومي الحادي والثلاثين من آب الحالي والخامس من أيلول المقبل ضمن الجولتين التاسعه والعاشره من التصفيات الاسيويه الحاسمه المؤهله الى نهائيات كاس العالم المقبله في روسيا عام 2018. وحول مقابله المنتخب السوري وديا فقد تعادل منتخبنا بهدف لمثله تقدم في هذا اللقاء المنتخب السوري في الشوط الاول من المباراه بهدف للاعب العائد من جديد لصفوف المنتخب فراس في الخطيب فيما تمكن مازن فياض من تعديل الكفه في الشوط الثاني وجرت المباراه في العاصمه الماليزيه كوالا لامبور وسيغادر منتخبنا بعد اللقاء الى بانكوك ليتاهب من هناك لمواجهه تايلاند ضمن ما تبقى لنا من مباريات في التصفيات مشاهدينا الكرام ايضا نبقى مع المنتخب الوطني، بغض النظر من عدم تاهل المنتخب الى المونديال المقبل، فجميع المباريات كما تعلمون مهمه سواء امام سوريا الوديه او مباراتي تايلاند والامارات، ضمن طبعا هذه المباراتين ضمن التصفيات لانها بالتاكيد يعني ستنعكس بشكل إيجابي على تصنيف المنتخب العراقي لدى الفيفا وقد احتل منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم الترتيب الثاني بعد المئة في التصنيف الدولي الصادر عن الفيفا لشهر آب الحالي تقدم المنتخب العراقي لكرة القدم مركزا واحدا في تصنيف الاتحاد الدولي محافظا بذلك على مركزه آسيويا وعربيا مشاهدي الكرام في سياق نفسه اكد عدد من لاعبين ان جميع لاعبي المنتخب يطمحون لتحقيق نتائج تليق بسمعه الكره العراقيه التي عانت وتراجعت كثيرا في الاونه الاخيره مشاهدي الكرام وقفه قصيره خليكم ويانا تعرف انت يجوز تابعت المنتخب العراقي اخر مباراه كان مستوى جيد تعرف انت من يجي كادر جديد انه كلاعبين عندهم يصيرون اصرار وان شاء الله هنا مباراه تالند راح نلعب من دفاع زايد انه احنا على مود الترتيب الاسيوي يصعد اكثر تعرف هسه الترتيب الاسيوي احنا منتخب العراق تطور اكثر وصعد اكثر كل أه كلاعبين احنا عندنا اصرار وعزيمه ان شاء الله بحيل الله أه احنا عندنا ثقه بالكادر التدريبي ان شاء الله بحيل الله نقول نوعدهم نحصل ثلاث نقاط امام الله بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للتحضيرات أول وحدة حصة تدريبية عندنا نخوضها وأكيد يعني نزج بعض اللاعبين الشباب أول مرة وإن شاء الله إحنا نتمنى لهم التوفيق مع المنتخب وإن شاء الله الكادر التدريبي راح يوضع الخطة المناسبة لمباراة تايلاند ومباراة الإمارات وإن شاء الله نمثل خير تمثيل في هاي إن شاء الله. بالتاكيد مشاهدينا الكرام مستمرين وهذا المحور عن منتخبنا الوطني من المؤمل وصول لاعبينا المحترفين للمنتخب قبل 72 ساعة أو يعني 48 ساعة على أقل تقدير تحضيرا لمواجهة تايلاند في تصفيات مونديال روسيا قال حول ذلك المدرب المساعد لمنتخبنا شاكر محمود أن خمسة لاعبين سيحضرون وهم سعد ناطق وريبين سولاقة وعلي عدنان وجستن ميرام وأحمد ياسين وأشار إلى أن اللاعب بروانوري لن يلعب في المبارتين بسبب تعرضه لاصابه مع نادي السويدي اثناء التصفيات في الدوري الاوروبي من جهته يعني يبدو من المحتمل ان يكون لاعب نادي الزوراء والمنتخب الاوروبي بكره القدم صفاء هادي سيكون هو اللاعب البديل لبروا نوري بالتاكيد امكانيه كبيره سيكون بديل في المنتخب الوطني وقال مصدر مقرب من الجهاز التدريبي للمنتخب أن صفاء هادي سيلتحق بالوطني قبيل مباراة الفريق أمام تايلاند وأضاف أن إصابة بروة أثرت بشكل كبير على حسابات المنتخب خاصة يعني وأن اللاعب يعتبر من اللاعبين المميزين وأشار المصدر إلى أن صفاء هادي دخل بمفاضلة مع متوسط الزوراء أحمد فاضل، وأيضا لاعب الميناء أحمد محسن الملقب أبو كريشة. مشاهدينا سنتوقف قليلا مع فاصل، نتابع بعده لقاء المدير الفني لمنتخبنا الكابتن باسم قاسم. خليكم ويانا وتابعوا صدى الرياضة. <applause> لا بلال البدري ما اعرف <applause> كيو <تصفيق> كيو كيو تابع المنتخب الاولمبي مع برنامج صدر الرياضه اللاعب علاء رعد تابعوا اخبار المنتخب الاولمبي مع برنامج صدر الرياضيه اللاعب حسين علي <applause> كيو جمهورنا الرياضي اهلا بكم من جديد قبل مغادره منتخبنا العاصمه الحبيبه بغداد للتوجه إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور تواجدت عدسة صدى الرياضة في آخر وحدة تدريبية لأسود الرافدين من أجل الوقوف على استعدادات المنتخب بشكل عام وكذلك نظرت الجهاز الفني تحديدا في كيفية رؤيته الفنية لهذه المهمة الكبيرة وهل هو يعني مقتنع بالتحضيرات للمباريات المقبله وهل هنالك اضافات يعني من الشباب وخيارات جديده لتشكيله المنتخب في الايام المقبله؟ فضلا عن ما مدى جاهزيه بعض اللاعبين المحليين او المحترفين. كل هذه الاسئله طرحناها على المدير الفني لمنتخبنا الكابتن باسم قاسم وهنالك اسئله عديده اخرى، لكن الان دعونا نتابع معا الجزء الاول من اللقاء وهذه الاستفسارات مشاهدينا الكرام خليكم ويانا. تحياتي الى حضرتك، يعني حقيقه انت تدري مهمه المنتخب الوطني فوق كل المهمات وحقيقه هذا بديهيه واضحه لا يمكن الجدال بها واليوم يعني حقيقه لدينا يعني استحقاقات مع المنتخب الوطني وسبق وان استلمنا مهمه المنتخب الوطني وعلينا ان نكملها على اتم وجه ان شاء الله حققنا نتيجه مقبوله بعض الشيء امام اليابان يعني الحمد لله والشكر حافظنا من خلالها على هيبه الكره العراقيه ولدينا طموح ان شاء الله بالمباريات القادمه ان نحقق نتائج افضل. يعني منذ السلام مهمه المنتخب الوطني الهدف الاول انه الحفاظ على سمعه الكره العراقيه وهيبتها من تحقيق النتائج الايجابيه واحنا في ظل ظروف صعبه وبالغه التعقيد انه منتخب فاقد روح المنافسه على اعتبار خارج تصفيات كاس العالم والحمد لله والشكر يعني من الجانب النفسي تكلمنا مع اللاعبين واشكر اللاعبين تعاونهم معنا حقيقه في هذا الجانب واظهروا يعني قدره عاليه بتحمل الصعاب وتحقيق نتيجه ايجابيه مع اليابان واليوم زج اللاعبين الشباب الهدف الثاني اللي اسعى اليه يعني ولكن زج اللاعبين الشباب ليس على حساب النتيجه وانما زج اللاعبين الشباب وتحقيق نتيجه ايجابيه اليوم هذا ما تحتاج الكره العراقي وانا قبل استلام مهمه المنتخب الوطني دائما ما كنت اتكلم بهذا الكلام المنتخب العراقي من 2007 يعني اغلب اللاعبين يعني عطائهم وصل الى مرحله النضوب المنتخب بعد 2007 لحد هذه اللحظه يعني تقريبا مكشوف واضح الملامح ولذلك يعني مهمتنا وهدفنا الثاني خلال مباراة تايلاند والإمارات أن نزج باللاعبين الشباب تحقيق النتيجة أن نصل بالمنتخب العراقي أن لا يقال عليه تركة ثقيلة حتى ننطلق من خلال هذا المنتخب المقتدر إلى تحقيق الإنجاز في غرب آسيا إن شاء الله ماذا لدى باسم قاسم؟ هو السؤال لكن هل الحديث بدري إن حقيقة أنا كان لدينا 32 اسم القائمة أولية والقائمه الاوليه كل اللاعبين اللي لم يتواجدوا معنا ضمن القائمه 23 هم معانا ضمن خياراتنا للمرحله القادمه. اللاعبين الان اللي ما متواجدين معنا انا لا اقول لاعبين موعدين لكن ما متواجدين معنا هم من ضمن خياراتنا ليس فقط الاسماء اللي ذكرتها وانما ثمانيه اسماء. والكلام يعني ثمانيه اسماء مشمولين بهذا الحديث هم من ضمن خياراتنا ولا زالوا ضمن القائمه 32 لكن تعددت الاسباب بعدم تواجد هؤلاء اللاعبين، السبب الرئيسي والمباشر الا وهو ان خلال هذه الفتره نزيد بلاعبين مجموعه من اللاعبين الشباب في مراكز معينه لربما يتواجد هذا اللاعب او ذاك احنا اليوم نريد نعطي فرصه للاعبين الشباب حتى نصل الى قلنا التشكيله المقتدره في غرب اسيا ممكن قسم منهم يغيب للاصابه ممكن قسم منهم لانه لم يكن مستواه يعني بالفتره الاخيره قسم منهم لربما تصرف هنا وهناك يعني شيء يعني حقيقه ما يلي. نتمنى انه من خلال هذه عدم الاستدعاء لقسم من اللاعبين ان يعني يدرك مهمته للمنتخب العراقي وان تكون يعني يعني مهمه المنتخب العراقي سواء بتواجده في التشكيله او خارج التشكيله يكون على الرحب وهذا ما متعامل معه في كل دول العالم وفرصه لكل ابنائنا واخواننا اللاعبين يعني قسم منهم يعني حقيقه ان يتعامل مع الموضوع بهذا الوضوح وبهذا الاحترام ومن ثم ننطلق احنا قلنا سياسة الاحتواء هذه المرحلة ننطلق المرحلة القادمة لا يوجد شيء من هذا القبيل كسياسة الاحتواء بعد أن أعطينا الفرصة لجميع أبنائنا وأخوان اللاعبين اللي ما يكون عنده اعتزاز بفانيلة المنتخب بهذا المستوى يعني بكل تأكيد ما راح يكون متواجد معنا لكن أكد لك كل اللاعبين الآن هم من ضمن خياراتنا اللاعبين القائمة 32 وربما ستشهد أضافة لاعبين أو ثلاثة من اللاعبين المغتربين بعد متابعتهم أو من اللاعبين الشباب ضمن الدور المحلي مشاهدينا سنبقى مع المدير الفني لمنتخبنا الكابتن باسم قاسم وكان الحوار في الجزء التالي يعني عن كيفيه الطريقه لمتابعه لاعبينا وكيف تمت اليه الاختيار لهم وهنالك اسئله مهمه منها يعني استفسار وصلنا من قبل اصدقاء صدر الرياضه عن طريق صفحه البرنامج السؤال هو هل هنالك رغبه او فرصة اخرى لاستدعاء اللاعب ياسر قاسم من جديد لخصوصا يعني بعد خروج هذا اللاعب من صفوف المنتخب بطريقه غير واضحه للجماهير العراقيه. مشاهدينا تعالوا نتابع ماذا قال حول هذه التساؤلات. المتابعه تتم عن طريق لجنه المنتخبات اللجنه الفنيه توجد لدينا ناس من الخبراء اللي يتابعون يوجد من مدربين العراقيين المغتربين كذلك واللي نثق بقدراتهم حقيقه وكذلك يعني من بعض المواقع لكن كل هذه الاسماء اللي تنطرح تكون تحت بعد ذلك يعني ينطرح علينا ست لاعبين او ثمان لاعبين لكن القرار النهائي أن ككادر تدريبي بمتابعتهم من خلال الاشرطه او من خلال يعني متابعه مبارياتهم متابعتهم من قبل الجهاز الفني لان هذا اختيار بحث ومن تتوفر القناعة إن شاء الله ستتهم كلهم يكونون يعني أو اختيار الأنسب منهم مثل ما نتعامل مع اللاعبين الشباب اللي نعيهم لأول مرة أنا تكلمت يعني كلام واضح من لاعبين أنا لا أحد الأسماء ثمان لاعبين الآن ومعروفين منهم لم يتواجدوا مع هم من ضمن الخيارات لكن كل هؤلاء اللاعبين يعني اللي عليه أن يراجع يعني مع نفسه لأن إحنا اليوم فانيلة المنتخب مثل ما أعطينا فرصة لأبنائنا واخواننا اللاعبين لكن بالمقابل احنا مطالبين ان لا تكون فانيله المنتخب ان يتعامل معها ياسر او غير ياسر بهذا المستوى لان اعتقد هذا شيء يعني ما مقبول ولذلك انا ثقتي كبيره كل اللاعبين يعني وان ياتي الى المنتخب يعني من الباب يعني المقبول ومن خلال ما نشعر انه قادر انه المرحله القادمه الى الرغبه الكبيره والى الاحترام الكبير بارتداء فانيله المنتخب فاهلا وسهلا وكل اللاعبين من ضمن خياراتنا اذا ما يعني ارتئينا او اذا ما شاهدنا واصبحت القناعه متوجده لدينا من خلال الطرق اللي راح يسلكوها هؤلاء اللاعبين اللي ما متواجدين معنا قسم منهم وليس كلهم لان هم من بادر بهذا الشيء فاهلا وسهلا على الرحب والسعه لكن اذا لم تتواجد هذه المعطيات فاي لاعب كائن من يكون اذا ما شعرنا انه لا توجد رغبه في بارتداء فانيله المنتخب فبكل تاكيد سنعلن يعني بالواضح انه الاسم الفلاني السبب الفلاني لا يتواجد معنا مع المنتخب جمهورنا الرياضي وقفتنا الأخيرة مع الكابتن باسم قاسم كانت بخصوص فريقه الأخير القوى الجوية بطل الدوري العراقي لموسم 2016-2017 وما هي الأسباب الحقيقية ما وراء يعني تركه للنادي وتقديم استقالته او اقالته من تدريب الجويه فطلبنا يعني منه توضيح هذا الامر لان هذا الامر جدا مهم في مسيره مدرب كبير مثل باسم قاسم خلينا نتابع ما كانت الحقيقة هو ما كنت أتمنى أن يكون لا هذا التصريح ولا أتمنى أنه يكون الرد وسبق من بلغت الأخ مدير الفريق يعني يعني أنا قبل يوم بعد أن حصلنا على البطولة اتصل بي كابتن جاسم مدير الفريق وبعدين اكو امور يعني الكتاب يقرا من عنوانه يعني انت اليوم تريد من تتكلم الناس الجمهور المثقف والغير المثقف اكو دلائل يعني واضحه يعني اول شيء انت اي واحد يسألي يقول لك يا باسم قاسم 14 شهر معك ليش ما جلست معه ثم انه باسم قاسم ثاني يوم يوصل الى عمان ثاني يوم راسا يصدر البيان ثاني يوم هسه انت من تقول بعد يومين وثلاثه غلق التليفون هو البيان ثاني يوم من اصدر شلون بعد يومين وثلاثة ثاني يوم بالم... ارجع الى بيان القوه الجويه بالضبط يعني ثاني يوم بعد انتهاء مباراه الحدود والظهر يعني حتى كان معد يعني سلفا وبعدين هم الاخوان بالاداره عندهم درايه كامله عن دوره برو والدليل انه الاخ مجبل اللي هو مستشار الاداره ومستشار الاخ استاذ وليد بالذات هو من اخذ لي اجازه الاسبوع الاول من الدوره فتدري الامور كلها كانت واضحه لكن انا ما كنت اتمنى الاخوان بالاداره ان يتخذوا هذا الطريق القصد منا كان يعني يحاولون انا بالعكس انا من الناس هم من حقهم انا تكلمت انا مرتبط مع المنتخب لحد الان ما يوجد قرار نهائي استمراري مع المنتخب لذلك قراركم باتجاه مدرب هذا من حقهم ما ينتظرون هاي الفتره لكن ليس من حقهم أن يعني هذا البيان بهذا الشكل وليس من حقهم اللي حتى اللحظه اتكلم معك حتى ما حط الله كتاب شكر وتقدير لاباس باسم قاسم فالامور واضحه واضحه وثابته كثبوت الجبال لا يحتاج الى دليل او برهان أكيد نتمنى لكل مدرب عراقي كفء وقدير مثل الكابتن باسم قاسم او المدربين العراقيين ان ينالون الاستحقاق التام والكامل من كل الاند... الانديه العراقيه طبعا هي تبدا من الانديه العراقيه وصولا الى المنتخب نتمنى ان يعني تكون الامور اوضح في التعامل بين اداره اي نادي وبال... مع اي مدرب مشاهدينا دعونا الان نذكر بان الصفحه الرسميه للبرنامج هي على الفيسبوك بمسمى صدى الرياضه للتواصل معكم والاستقبال انطباعاتكم ومداخلاتكم وكل ما ترغبون ان تطرحوا حول البرنامج او الامور الرياضيه الاخرى فقط تكتبون بالعربي صفحه صدى الرياضه ستظهر الصفحه بعنوان صدى الرياضه مع بلال بداع الآن خليكم ويانا وتابعوا "صدى رياضة" مشاهدينا الآن مع شريط سوق الانتقالات والتعاقدات للاعبي ومدربي الأندية العراقية ضمن الدوري الكروي الممتاز تحضيرا للموسم المقبل. البداية مع العريق بطل الدوري العراقي 2016 2017 حيث انضم مدرب حراس المرمى عماد هاشم للجهاز الفني للفريق القوى الجوية وقال عضو في الهيئة الإدارية للنادي ان التحاق المدرب السابق هاشم خميس بالجهاز الفني للمنتخب الوطني دفع الاداره للبحث عن مدرب بديل لديه القدره على مواصله نجاحات الحراس في النادي، فوجدت المواصفات الفنيه الكامله في المدرب عماد هاشم. مشاهدينا من جهته وقع رسميا لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي القوى الجوية رزاق فرحان على عقد انضمامه ضمن الجهاز التدريبي لنادي الجوية ويأتي انضمام رزاق فرحان ليكتمل الجهاز الفني للفريق بوجود السوري حسام السيد والمساعد له محمد عقيل فضلا عن عماد هاشم كمدرب للحراس مشاهدينا الكرام الان يعني سنترك الجويه لننتقل إلى الغريم التقليدي وهو نادي الزوراء وتحديدا سنتحول إلى لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي الوكر القطري علي رحيمة إذ وقع اللعب مع نادي الزوراء لتمثيله في الموسم المقبل بالتأكيد مشاهدينا الكرام إضافة كبيرة للنوارس باستقطاب هذا اللاعب الكفء صاحب الخبرة الطويلة والإمكانية الفنية العالية دعونا نبقى مع نادي الزوراء اذ انتقل حارس مرمى نادي نفط الوسط جلال حسن الى نادي الزوراء لتمثيل الفريق في الموسم المقبل وجاء التعاقد مع الحارس لمده موسم واحد جاء بحسب رغبه مدرب حراس المرمى غانم ابراهيم والجهاز الفني آه الان سننتقل ونترك الجويه والزوراء لنذهب الى نادي الطلبه فقد أعلن عن تعاقده مع ثلاثة لاعبين جدد لتمثيل الفريق في الموسم المقبل وذكر مدير الفريق باسم عباس أن اللاعبين الثلاث هم المدافع ماجد جواد الذي جاء من القوة الجوية فضلا عن مهاجم نادي بغداد رحيم صدام وأضاف أن اللاعب الثالث هو عباس عبد الذي مثل نادي النجف في الموسم الماضي مؤكدا أن هناك تعاقدات بانتظار الفريق في الأيام المقبلة نتمنى بالتأكيد لفريق الأنيق الطلبة الاستقرار زيادة عدد اللاعبين اللي يحتاج الفريق ارضاء هذا الجمهور الجمهور الانيق في في انتمائه في حبه في في وجوده مع الفريق نتمنى الامور تستقر في هذا النادي الكبير مشاهدينا الكرام متواصلين معكم يبدو لدينا وقفه الان مع دقيقه ونص في الوقفه التاليه فيها الكثير من الاخبار المحليه والعالميه لا تذهبوا بعيدا خليكم معنا أعلن مؤخرا عن تشكيلة نجوم العراق التي ستواجه أساطير العالم في البصرة مطلع الشهر المقبل، وضمت التشكيلة 28 لاعبا بعضهم لعب مع المنتخب الوطني في جيل 2007 والآخرين من جيلي الثمانينات والتسعينات، وسيكون البرازيلي جورفان فييرا مدرب الفريق ورحيم حميد مساعدًا وكريم صدام مديرا للفريق. تأسست مدرسة لكرة القدم تحمل اسم حسين سعيد نجم الكرة العراقية سابقا، وقد بارك سعيد تأسيس المدرسة الخاصة للفئات العمرية في جلولاء بمحافظة ديالا. وافق نادي باريس سان جيرمان على دفع 155 مليون يورو من أجل ضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من صفوف موناكو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. لكن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم قرر تعطيل انضمام اللاعب البالغ من العمر عشر عاما الى ملعب حديقة الامراء بسبب قوانين اللعب المالي النظيف. أعلن نادي ليفربول الانجليزي أن إدارة النادي حددت موعدا نهائيا من أجل صفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة مبينا أن النادي الانجليزي ينتظر آخر عرض يقدم وعلى ضوء العرض الاخير سيتخذ نادي ليفربول القرار النهائي مشاهدينا اهلا بكم من جديد الان مع نتائج بعض الانديه في ختام الجوله الثالثه من مسابقه بطوله الدوري الانجليزي الممتاز بكره القدم فقد شهدت يعني هذه الجوله عوده مميزه وحماسا كبيرا لبعض الانديه وتراجعا للبعض الاخر فقد حقق فريق ليفربول فوزا كاسحا على ضيفه ارسنال باربعه اهداف نظيفه، وتخطى فريق تشيلسي عقبه الضيف ايفرتون بثنائيه دون رد، ومانشستر يونايتد يواصل عروضه المميزه ويحقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي. قراءه مختصره لاهم النتائج خلينا نتابع. ملعب الانفيلد الشهير كان موقعا لاستعراض القوه لكتيبه المدرب الالماني كلوب عندما ترك اصحاب الارض ليفربول ذكرى مؤلمه بصفحه الضيف ارسنال برباعيه نظيفه في ختام الجوله الثالثه من الدوري الانجليزي. البرازيلي فيرمينو افتتح مهرجان الاهداف واضاف السايدوماني الهدف الثاني. وخطف المصري محمد صلاح الأضواء مرة أخرى بعد أن وضع ثالث الكرات بمرمى المدفعشية فيما ختم البديل ستوريج الرباعية وارتفع رصيد ليفربول بهذه النتيجة إلى سبع نقاط في المركز الثاني أما أرسنال فتلقى هزيمته الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر أما فريق تشيلسي وبعد بداية متعثرة حان دور إثبات الذات في إحدى قمم البريمير ليج ليتخطوا عقبة الضيف إيفرتون بثنائية دون رد سجل هدفي البلوز الثنائي الإسباني فابريغاس والقادم الجديد موراتا ليرتفع رصيد أبناء المدرب الإيطالي كونتي إلى ست نقاط في المركز الخامس ويتجمد رصيد إيفرتون عند أربع نقاط وواصل فريق مانشستر يونايتد عروضه المميزة بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي اثنين للا شيء فبعد شوط أول سلبي نجح البديل راشفورد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السبعين قبل أن ينجح البديل مروان فيلاني في إحراز الهدف الثاني لتحصل كتيبة مورينيو على النقاط التسع العلامة الكاملة وانقذ رحيم ستيلينج فريقه مانشستر سيتي بتسجيله هدف فوز قاتل امام مضيفه بورنموث بعد ان انتظر حتى الدقيقه السابعه من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف النقاط الثلاث بعدما كان تشارلي دينيلز قد منح المضيف التقدم وعادل البرازيلي جابرييل خيسوس في الدقيقه الحاديه والعشرين مشاهدينا تساؤلات وامنيات تدور في اذهان الجماهير والمختصين والمحبين للكره العراقيه حول ما يسود المشهد الرياضي الكروي العراقي في السنوات الاخيره من تراجع في المستوى العام فكانت التساؤلات هل ستبقى الكره العراقيه منتعشه على الذكريات والانجازات السابقه فقط؟ هل سوء وتردي البنيه التحتيه وكذلك الطريقه التي تدار بها مسابقه الدوري لها دور؟ هل من الممكن في ظل هذه المعطيات ان نلتمس تخطيطا سليما وصحيحا لانقاذ الكره العراقيه في الاستحقاقات المقبله بشكل منهجي؟ ومدروس مشاهدينا هذه التساؤلات وغيرها وضعناها في الوقفة التالية أمام أسطورة من أساطير الكرة العراقية وهو مجبل فرطوس نجم المنتخب ونادي القوة الجوية سابقا خلي نتابع العراقيه يعني من خلال بطوله كاس العالم التي اقيمت في المكسيك 1986 وكذلك نعتبر انجاز 2007 اللي هو فوز العراق ببطوله امم اسيا لحد الان لم نرى اي انجاز او لم نسمع باي يعني نتيجه سواء خلال دورات الخليج سواء بطولات اسيا سواء تصفيات كاس العالم حتى يعني المردود ال للمنتخب أو مستوى المنتخبات يعني آه يعني لم يكن بالمستوى المطلوب بصراحة حتى يعني إحنا يعني أنا أتكلم عن منتخب وطني ما أتكلم حتى منتخب الأولمبي يمكن ما ننسى إنجازه في ريو دي جانيرو الصيف الماضي على هذا الأساس يعني بصراحة يعني إحنا يعني مطالبين بأن الكرة العراقية تعود إلى سابق مجدها تعود إلى الثمانينات إلى السبعينات يعني الكره العراقيه هناك اسباب كثيره لتدني المستوى انا يعني اعزي هو الى ان الدوري العراقي لم يكن بالمستوى المطلوب من حيث التنظيم من حيث الملاعب من حيث ال... حتى النقل التلفزيوني من حيث ال... اللاعبين المحترفين لاعبين محترفين الان يعني يشكلون حسب رايي الشخصي عائق للاعبين لل... لل... العراقيين لم نشاهد اي لاعب محترف يعني طور فريق او لعب يعني بمستوى متميز بين الانديه على هذا الاساس يجب ان يكون يعني عادة النظر بكل هذا شيء اخر يعني احنا كثره التاجيلات التي التي يعني يتاجل بها المباريات دائما تسبب يعني مشاكل لمدربي الانديه على هذا الاساس يعني من يكون الدوري ليس بالمستوى المطلوب يكون يعني سبب مباشر بتأثيره على مستوى المنتخب العراقي اللي شفنا بتصفيات كاس العالم يعني يعني ما يعني آه السبب الرئيسي لتدني المستوى هبوط النتائج الى الكابتن راضي الجنجل صدقني ان الـ الـ يعني احنا لحد الان حتى لاعبين المحترفين بالخارج لم يكونوا بالمستوى المطلوب ظاهره السهر عند اللاعبين صراحة ظاهره يعني قتلت المواهب وقتلت الامكانيه العاليه وقتلت كل المبدعين احنا نشوف المباراه الاخيره للمنتخب انا اتكلم عن منتخب وطني كلاعبين منتخب وطني انا حلل جميع المباريات جميع المباريات شفتها هو اكثر المباريات يعني تمارين المنتخب احضرها لو كانت في قطر على هذا الاساس يعني احنا ما شفنا يعني اي لاعب متميز في منتخب العراق يعني المباراه الاخيره حتى امام اليابان احنا ما شفنا لاعبين متميزين حتى مباراه الامارات التي خسرناها 2-1 في الامارات على هذا الاساس يجب ان يكون هناك اعاده النظر باللاعبين بالدوري بالاحتراف باللاعبين المحترفين بتاجيل المباريات يعني هاي حتى بالجانب التحكيمي بصراحه حتى بالتشجيع يعني احنا المشجعين يعني مشجعي السبعينات والثمانينات كان لهم يعني مكانه خاصه كان لهم وضع خاص الان التشجيع صراحه يعني لم يكن بالمستوى ال الدوري العراقي حتى احيانا يعني ياثر تاثير سلبي صح يعني جمهور الجويه جمهور الزوراء جمهور الشرطه يعني ناس كثيرين او يجون يحبون النادي ولكن يجب ان يكون هناك تنسيق بينهم يعني تنظيم للجماهير بصراحه انا شفت مباراه الزوراء وال والجوية في بطولة كاس الاتحاد الاسوي التي أقيمت في في اربيل شفت يعني الجمهور الحقيقي الممتاز الذي كان يعني جمهور الزوراء يشجع بشكل منظم وبشكل لطيف وكذلك الجمهور الجوية ولكن هذا التشجيع لم نشاهده في الدوري العراقي يعني شفنا ببطولة بطولة كأس الاتحاد الأسوي يعني نوع من التشجيع وشفنا في نشاهد في الدوري العراقي التشجيع من نوع آخر على هذا الأساس يجب أنا حسب رأيي الشخصي يجب أن يكون تكون هناك روابط لتنظيم المشجعين احنا ما شاء الله عندنا بالعراق يعني المشجعين على يعني عدد كبير يعني احنا بقطر الاتحاد القطري يعني يعطي فلوس لاي لاعب لاي متفرج يجي يحضر المباراه يعني في سبيل الحضور حتى يطيهم وجبه غذاء، على هذا الاساس هاي كلها بصراحه المسببات يجب ان تكون سبب رئيسي في 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 تطوير اللاعب، يعني انا على سبيل المثال الان ما شاء الله ملاعب كثيره استادات كثيره، ولكن هاي برايي انا يعني ما بيها فائده للاعبين للشباب، للناشئين، حتى للفرق, الفرق الدرجه الاولى، يعني يجب ان يكون هناك ملاعب للتدريب، كيف اللاعب يتطور؟ يعني هسه كل الانديه ما عندهم ملاعب تدريب صحيحه، نظاميه، عشب طبيعي بحيث اللاعب يتطور، ولذلك الملاعب اللي يدربون عليها ملاعب غير جيده، انا شفت قبل يومين مباراه الجوية والكهرباء على ملعب الكهرباء، الثيل العالي. يعني فريق نادي الكهرباء ما عنده ملعب اخر بس هذا الملعب هذا الملعب ما يطور اللاعبين يعني المدرب لو يعني يعطي احسن تمارين ما يتطور يجب ان يكون هناك ملعب حشيش يعني عدل يعني مو كله صعده ونزله احد لاعبي الجويه وقعت رجله يعني بالحفره وصار عنده يعني فطر برجله على هذا الاساس يجب ان يكون هناك اهتمام لملاعب التدريب هذا مو سوي أستاذ 70 ستين متفرج هذا شنو مال مباريات فملاعب التدريب بالعراق بصراحه يعني انا يعني اعتبرها هي احد الاسباب الرئيسيه لعدم تطور الكره في العراق الملاعب هي الاساس هي تطور اللاعب الشيء الاخر حتى المدربين الاكثار من الدورات التدريبيه الدورات التدريبيه يعني مو شرط سي وبي واي ودي و... لا دورات معايشه يبعثون مدربين يعني الاتحاد كل كل سنة أو كل ستة شهور يبعث لفت خمس ست مدربين إلى أسبانيا إلى إيطاليا كيف تتدرب الفرق المشهورة المعروفة هناك على هذا إن شاء الله يعني لو صار اهتمام بالعملية التدريبية أنا متأكد العراق سينهض سي نهضة قوية. أهلاً وسهلاً. والان مشاهدينا الكرام نبدا الاخبار الرياضيه المنوعه يعني من عالم الكره الصفراء حيث تمنى الأسطورة السويسري روجر فيدرير مواجهة منافسه التقليدي وصديقه الإسباني رافائيل نادال في بطولة أمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربعة الكبرى يعني فهذه الأمنيات تعتبر بالنسبة يعني له شيء عظيم للغاية للمختصين وللجماهير ولبطولة التنس بشكل عام وقال فيدرر صاحب الستة وثلاثين عاما في تصريحات قبيل انطلاق البطوله ان السبب الرئيسي وراء تعرض العديد من اللاعبين للاصابات مؤخرا هو تخطيهم الثلاثين عاما وسيغيب عن البطولة البريطاني أندي موراي صاحب الثلاثين عاما بسبب الإصابة إضافة إلى الصربي نوفاك جوغوفيتش المتوج ثلاثة عشر لقبا في البطولات الأربع الكبرى وكذلك السويسريو فابرينكا بطل أمريكا المفتوحة لعام 2016 في عالم الساحرة المستديرة مشادير الكرام قرار مفاجئ من روني ينهي به مسيرته مع منتخب الأسود إذ أعلن قائد المنتخب الإنجليزي وين روني اعتزاله اللعب الدولي بعد أن أجرى محادثات مع مدرب المنتخب جاريث ساوثغيث وأنهى المهاجم الإنجليزي الملقب بالفتى الذهبي مشوار 14 عاماً مع منتخب الأسود الثلاثة خاض من خلالها ثلاثة بطولات لكأس العالم وكان روني قد أعلن أنه يرغب بالاعتزال بعد بطولة كأس العالم لعام 2018 في روسيا ولا يزال السبب مجهولا بشأن قرار رغبته بالاعتزال المفاجئ قبل عشرة أشهر من النهائيات في روسيا مشاهدينا لعب روني 119 مباراة دولية مع المنتخب الانجليزي سجل فيها 53 هدفا وهو الهداف التاريخي للمنتخب الانجليزي مشاهدينا الكرام دعونا نتواصل مع هذه الاخبار الان ننتقل الى بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 وتحديدا الى سباق بلجيكا فيها حقق لويس هاملتون فوزه الخامس في موسم 2017 بعد انتصاره على منافسه سائق فيراري سيبستيان فيتل وتمكن هاملتون من الفوز للمرة الثالثة في مسيرته بعد عامي 2010-2015 محققا فوزه الثامن والخمسين منذ انضمامه إلى هذه الفئة في عام 2007 ولكن الأهم من ذلك بالنسبة للبريطاني هاملتون هو أنه تمكن من تقليص الفارق مع فيتل إلى سبع نقاط بعدما كانت 14 نقطة قبل هذه الجوله مشاهدينا الان مع الشريط السريع لاهم النتائج في الليغا الاسباني فضمن الجوله الثانيه من الدوري الاسباني كان العنوان الابرز ريال مدريد يسقط في فخ التعادل امام فالنسيا كعادتها الخفافيش لم تمر يعني مرور الكرام في مساء البرنابيو لتخطف نقطة ثمينة من الريال بالتعادل بهدفين لكلا الفريقين ضمن الجولة الثانية من الليغا كان هذا اللقاء فيه الكثير من التوازن لكن طبعا أفضلية نسبية لأصحاب الأرض بعد أن افتتح سانسيو التسجيل للفريق الملكي بينما عدل لفالنسيا عبر اللاعب كارلوس سولير ومنح ايضا اللاعب كون منح الزوار التقدم لكن عاد المتالق الماهر الفنان اسونسيو عاد ليدرك لي التعادل لريال قبل النهايه بسبع دقائق طبعا بالتاكيد يعني نتيجه غير مقنعه للكثير من عشاق ومحبي الفريق الملكي دعونا نذهب إلى مباراة أخرى فيها الغريم التقليدي وقاد فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قاد فريقه برشلونة للفوز على ديبرتيفو ألافيز بهدفين نظيفين رغم إهداره لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكنه يعني تدارك الوضع بهدفين مانحا بذلك البرصة فوزه الثاني في الدوري ليرتفع رصيد البرشا إلى ست نقاط مشاهدينا الكرام دعونا ننتقل إلى فريق أتلتيكو مدريد فرغم غياب نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان لأنه نجح في هز شباك لاس بالماس بخمسه اهداف مقابل هدف واحد بعد ان تقدم بهدفين حمل توقيع الارجنتيني كوريا والبلجيكي كاراسكو ودخل فريق لاس بالماس الشوط الثاني بقوه ودلل الفارقة بفضل الارجنتيني كاليري لكن اللاعب كوكي لم يترك فرصه للمفاجات باحراز هدفين قبل ان يختتم الغاني بارتي الخماسيه لفريقي اتلتيكو مدريد مشاهدينا جمهورنا الرياضي الحبيب دعونا نبقى مع الليغا الاسباني وتحديدا مع بطل يعني النسخه الماضيه ريال مدريد كانت الجماهير جماهير الفريق الملكي يعني كادت ان تجن بعد ان يعني تفنن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في إهدار كل الفرص الممكنة وغير الممكنة ليهدي فالنسيا تعادلا يعني في قلب سانتياغو برنابيو ويفقد الريال نقطتين كبيرة وثمينة في بداية مشواره بالليجا فخلال المواجهة مشاهدينا الكرام يعني التي انتهت بتعادل ايجابي بهدفين لمثلهما قدم الشاب الصغير الموهوب ماركو اسينسيو واحده من افضل العروض الفرديه وسجل هدفين يعني بطريقه ممتعه للغايه، لكن كل ذلك لم يشفع لريال مدريد للخروج بالنقاط الثلاث، وطبعا خرج بنقطه واحده وبالتاكيد هاي يعني تثير الكثير من التساؤلات ولكن مشاهدينا بالعوده الى المهاجم بنزيما فخلال المباراه اتيحت له خمسه فرص محققه كان يمكن ان يعني يحرز ثلاثه اهداف على اقل تقدير سدد بنزيما ثمان مرات منها ست مرات خارج اطار المرمى فنجح يعني ببراعه بصراحة في إفساد كل ما فعله أسنسيو ورفاقه وأهدى فالنسيا الذي قدم اداء يستحق عليه التحيه والتقدير الفرص التي اضعها بنزيما يعني تعيد طرح السؤال المهم لماذا تخلى ريال مدريد عن الفارو موراتا بل وحتى يعني عن البديل الشاب ماريانو دياز بصراحه لسنا بصدد التقليل من لاعب بحجم بنزيمة ولا اعتقد ان يعني زين الدين زيدان يخطئ حين يعتمد عليه اساسيا، لكن اجد ان الامر متعلق بتركيبه الخط الامامي للريال، ففي حال يعني كان البرتغالي كريستيانو رونالدو احد اضواء المثلث الهجومي والويلزي جارث بيل على الجانب الاخر يصبح وجود بنزيما هو الخيار الافضل والفعال نظرا يعني لخصائصه التي تتيح لهما التجيل مستغلين اسلوب بنزيما الذي يعتمد على التمهيد اكثر من اللعب المباشر على المرمى يعني ربما اسلوب اللعب ووجود رونالدو جعلت يعني دور بنزيما يتحدد في التمهيد واللعب كمهاجم لكن اقول هنا كمهاجم لكن بخصائص صانع الالعاب أه يعني لكن هي وجهه نظري المتواضعه اقول فيها يبقى ريال مدريد أه يعني بحاجه ماسه أه الى مهاجم قناص لا يرحم الشباك أه في اوقات كثيره خصوصا في غياب كريستيانو رونالدو مشاهدينا الكرام يبدو أه اننا أه وصلنا الى ختام فقرات صدى الرياضه هذا ما اشار به الزميل المخرج الوقت انتهى بالتاكيد لا تزال لدينا فقرات وتغطيات ولقاءات كل هذا تاتيكم باذن الله ان شاء الله في الحلقه المقبله تقبلوا تحيات اسره صدى الرياضه انا دائما وابدا اتمنى لكم التالق النجاح الابداع هذه تحياتي بلال بداع مع السلامه